قال الله عز وجل في سورة التوبة في الآية 71: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. قد لا يتردد الإنسان أن يطلق على عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوان العبادة المظلومة، باعتبار أن أكثر الناس عندما يستمعون إلى هذا المصطلح، الصور التي تتداعى وتتبادر إلى أذهانهم عادة هي صور سلبية تتعلق بالعصا والضرب، تتعلق بالعنف اللفظي، تتعلق بالعنف الجسدي، تتعلق بالإحراج الاجتماعي، وبصور كثيرة مشابهة لذلك. ولذا تكون صورة هذه العبادة العظيمة التي ذكرت كثيراً في القرآن الكريم، وأنها كانت من مسؤوليات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي من مسؤوليات الأفراد والمجتمعات الإسلامية، تجد أن الصورة صورة ممجوجة حتى عند المتدينين، صورة غير محببة إلى النفس. والواقع أنه لا يجب أن تكون المسألة بهذه الصورة، لا علاقة بتلك الصور السلبية الممجوجة مع عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل أحد منا يشك أن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله قد نهض بهذه المسؤولية بصورة تامة؟ هل يشك أحد بذلك؟ ألسنا نشهد لنبينا صلى الله عليه وآله في نصوص الزيارة بهذه العبارة: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أدى الرسالة هذه بشكل كامل والمسؤولية هذا بشكل كامل. فهل كان النبي صلى الله عليه وآله عبوساً قمطريراً؟ حاشاه. هل كان عنيفاً؟ هل ارتبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده بتلك الصور السلبية؟ يقول الله عز وجل: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يجمع بين الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة ولين ورفق وجاذبية أيضا، جذب الناس إليه، لانفضوا من حولك. ما انفضوا؟ لماذا؟ لأنه كان رحيما لينا رؤوفا بهم، وأدى مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن من الممكن أن نجمع بين الرحمة واللباقة والأدب الرفيع وبين أداء مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن يبقى السؤال: ما الذي أضفى على هذه العبادة المهمة تلك الصورة الممجوجة السلبية حتى عند المتدينين؟ هناك عدة عوامل. العامل الأول عامل نفسي. أنت بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الدعاء، تمارس عبادة بينك وبين الله عز وجل، طابع فردي للعبادة. لكن عندما تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت تمارس مع الناس، فلا تعرف ما هي ردود أفعالهم، وبالتالي الإنسان يصير عنده تخوف. هناك عامل نفسي، احتمال أنه ينحرج، احتمال أن أحد يوجه له كلمة قاسية، من الممكن أن تكون ردود فعل عنيفة إلى آخره. العامل الثاني هو عامل تاريخي، باعتبار أنه في مقاطع كثيرة من تاريخنا الإسلامي مورست هذه العبادة
بصورة خاطئة عنيفة، ارتبطت فعلا بالعصا والضرب وما شابه ذلك، كما أنها مورست بصورة مزاجية، بحيث أن علية القوم أن هناك طبقات معينة لا يمارس في حقها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي مستثناء، وبالتالي دائما الإنسان العادي المستضعف يشعر أنه هو المقصود دائما بهذه المسؤولية، بهذه الممارسة من قبل الآخرين، وبالتالي يشعر بالطبقية، أنها ترتبط بالطبقية بنوع ما أو مزاجية. هناك أيضا عامل ثقافي، باعتبار أننا ما زلنا في خطابنا الديني نقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلغة قديمة، بمصطلحات قديمة، ونضيق دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحصرها أيضا في دوائر ضيقة محدودة، ولا نفتح لها آفاقها الحقيقية التي نجدها في النصوص القرآنية وفي أحاديث النبي وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهل نستطيع أن نغير ذلك؟ الإجابة نعم. بالنسبة إلى العامل النفسي، أعتقد اليوم من خلال التقنيات، تقنيات الاتصالات الحديثة والتواصل الاجتماعي، من الممكن الإنسان أن يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن يهاب ذلك الحرج الذي يلقاه بالحديث المباشر. يعني إذا الإنسان ما عنده جرأة اجتماعية، ما عنده لباقة اجتماعية في الحديث المباشر، ويخاف من ردة الفعل، اليوم من خلال مثلا الواتساب، من خلال التويتر، من خلال الفيسبوك، من خلال هذه الوسائل، تستطيع أن تؤدي مسؤوليتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحياناً قد تكون يعني بأسماء رمزية أو كذا، دون أن تشعر بالحرج. طبعاً هذه القضية سلاح ذو حدين، يعني هذه الوسائل سلاح ذو حدين، باعتبار أن من الممكن أن يساء استغلالها وتكون سبب لنشر الفساد ونشر المنكر والنهي عن المعروف، ولذا يجب أن يتعامل الإنسان معها بحساسية. بمعنى يعني أنت قد تجد أن إذا ما حد يعرف من صاحب الرسالة، تأخذ راحتك وتتكلم بما تشاء، قد تفسد، قد تفرق، قد تحدث فتنة. لا أقول علينا أن لا نسيء استغلال هذه النقطة، وإنما نتعامل معها من باب المسؤولية، وبالتالي نكون دقيقين، نتأكد، نعرف الكلمة، نتحمل مسؤولية، ما فيه خير نبثه من خلال هذه الوسائل. وأحيانا تكون القضية حتى الإنسان اللي يقول أنا ما عندي أسلوب أبين، مسألة كاتو بيست بتعبيره، قص لصق، يعني تأخذ من مكان تجد كلمة قيمة مفيدة نصيحة جيدة من أحد العلماء، من أحد المفكرين كذا، تأخذ المقطع وتحطه، تنتهي الشغل. أنت أمرت بالمعروف هني أو نهيت عن المنكر، حصلت ثواب، الفولوورز ملوتي كذلك كلهم قروا هذه القضية، نشروها بالتالي ممكن بعشرات الآلاف، توصل الرسالة الإيجابية، أديت دورك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالنسبة إلى العامل الثقافي أيضا، ذكرت بأن ما زال خطابنا الديني يؤطر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطارات ضيقة وبلغة قديمة. فعلا نحن نحتاج أن نفتح آفاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتمس كل مناحي الحياة. لاحظ أنت في القرآن الكريم عنوان المعروف لم يحصر في قضية مثل الحجاب ومثل الصلاة ومثلا شرب المنكرات وما شابه ذلك، لا أوسع من هذا. يعني مثلا في القضايا الاجتماعية، عندك واحدة من القضايا التي ذكر فيها عنوان المعروف، العلاقة بين الرجل والمرأة عند الطلاق، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعني أكو إلزام شرعي، اللي يتقي الله إنه يتعامل مع هذا الأمر بشكل ماذا؟ يراعي فيه عنوان المعروف، يعطيها حقها الكامل باحترام مو بإهانة إلى آخره.
هذا عنوان يمس حالة من حالات المجتمعية. كذلك في قضية إدارة شؤون المجتمع، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض، يعني صرت في موقع المسؤولية تدير مجتمع أو تدير جانب من المجتمع، لك موقع في المسؤولية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من موقع المسؤولية السياسية مثلا تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذا فإن قضايا، شوف شلون احنا نقدر نوسع أفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الناس. قضايا من قبيل حقوق الإنسان، الحريات العامة، الحفاظ على البيئة، الفساد السياسي، الفساد الإداري، تعطيل مصالح الناس، الفساد الإعلامي، العنصرية القومية، العنصرية الطائفية، العنصرية القبلية، وغير ذلك من العناوين الكثيرة التي تدور في لغة اليوم في الإعلام وغيرها في الخطاب السياسي. هذه كلها عناوين تدخل في عنوان المعروف أو المنكر أيضا، لأنها تمس نواحي مختلفة من حياة الناس. وبالتالي عندما تأمر بهذا الشيء، تنصح في هذا المجال، تخدم في هذا المجال، أمرت بالمعروف. عندما نهيت عن مفسدة من هذه المفاسد أو مارست دورك من موقع المسؤولية في إيقاف هذه المفسدة، أنت نهيت عن المنكر. إذن مارست دورك بأفق أوسع واستعملت مصطلحات حديثة تستطيع من خلالها أن توسع دائرة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن هنا نستطيع أن نقول أن الدور التشريعي والرقابي لأعضاء مجلس الأمة هو جانب من جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دورهم في هذا النطاق هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن وعوا هذا الأمر، يعني بالإضافة إلى أنه قام بمسؤوليته، هناك ثواب من عند الله عز وجل، هناك خير يعود على المجتمع إلى آخره. من نجح من مرشحي الانتخابات الأخيرة مثلا لعضوية مجلس الأمة، حقيقة عليهم أن يعوا هذه المسألة، أن جانب من ما يقومون به من فعاليات داخل المجلس وخارج المجلس ينبغي أن يكون في حركتهم ضمن عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم هناك بالنسبة لنا نتحدث على الأقل في الدائرة الخاصة، دائرتنا الشيعية داخل البلد، هناك قضايا كثيرة ما زالت اليوم عالقة والكل يعرفها والكل يتحدث عنها. هذه القضايا العالقة تحتاج إلى حل، خاصة اليوم يعني الظرف السياسي مواتي، النتائج، معطيات النتائج، نتائج الانتخابات الأخيرة موافقة لذلك، تساعد على ذلك. وبالتالي الحركة، يفترض بالحركة في هذا الاتجاه أن تكون أوضح، أن تكون أقوى، وأن يتحرك الإنسان قربة إلى الله عز وجل. هذا النائب عليه أن يتحرك قربة إلى الله في عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في عناوين هي تفت من لحمة المجتمع أو تضعف قوة هذا المجتمع، أو تدخل في عنوان الدور التشريعي والرقابي للإنسان الذي وصل إلى هذا الموقع فصار من الذين إن مكناهم في الأرض. واحدة من هذه العناوين هي مسألة المحكمة الجعفرية. إلى اليوم لا يوجد في الكويت محكمة جعفرية، ولعل هذه الحقيقة غائبة عن أذهان الكثيرين. ليس عندنا محكمة جعفرية، عندنا قضاة جعفرية، وعندنا قضاة جعفرية يعملون وفق المسائل الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، لكن ما في محكمة جعفرية. ولذا هناك سلبيات كثيرة تترتب، مثلا ما في عندنا درجة التمييز، عندنا احنا درجة أولى وعندنا استئناف، ما عندنا تمييز، وبالتالي من الممكن في الاستئناف يصدر حكم، في التمييز يبطل هذا الحكم من قبل قاضي لا يكون من
الجعفرية ولا يراعي الفتوى الجعفرية في خصوص هذه المسألة. وهناك سلبيات عديدة حقيقة موجودة ليس المجال لطرحها، لكن هذا وضع طبيعي أن يكون مدام شريحة بهذا الحجم في المجتمع، ثلث المجتمع موجود، من حقه أن في الأحوال الشخصية يعمل وفق مذهبه حتى لا يترتب عليه سلبيات على المستوى الاجتماعي والمستوى المالي وغير ذلك. القضية الثانية تعديل اللائحة التنفيذية بخصوص قانون الزكاة. رفض هذا التعديل، قدم رفض سابقا. الآن التاجر الشيعي الكويتي إذا أحب أن يقدم الزكاة المفروضة عليه وفق القانون الذي صدر إلى إدارة الوقف الجعفري كي تنفقها وفق نفقاتها وعناوين الزكاة، لا يسمح بذلك، توجه إلى وزارة المالية أو بيت الزكاة. طيب أيضا هذا الفرد الشيعي يقول أنا أريد أن توجه هناك، أنت تلزمني بالزكاة، أنا أحب أن أوجه في هذا الاتجاه. وهذا بالنتيجة ضمن رقابة الدولة وضمن مؤسسة هي ضمن الدولة، وبالتالي إذا أكو أي خلل أو كذا سيحاسب هذه المؤسسة، بالنتيجة ستعود الفائدة للكل. مساهمة أبناء هذه الطائفة في بناء البلد ما أحد ينكره في هذا المجال، وجود المؤسسات الدينية والمؤسسات الخيرية والإنفاقات في مجال بناء المستوصفات وغيرها، لا أحد ينكر مساهمات أبناء هذه الطائفة، هذا كله تنمية للمجتمع. ثالثا مسألة بعد يعني طالت وتمسخت حقيقة، يعني مسألة المناهج، كل مرة تتكرر القضية وكأنه يعني يصير أحيانا نفي إن ما عندنا هالمشكلة، مشكلة الروح التكفيرية والعناوين التكفيرية في مناهج التربية الإسلامية في وزارة التربية في بعض المراحل الدراسية، يصير نفي وما عندنا وكذا، وكأنما أبنائنا مو في المدارس، وكأنما في معاناة، وكأنما في حزازات. لا، الواقع موجود. من مسؤوليات اليوم أتصور أعضاء المجلس من أهم مسؤولياتهم تخليص هذا، لأن هذا يزرع الفتنة، يزرع الشقاق. أنت تسوي منهج للقضايا الاجتماعية والمجتمعية والروح الوطنية وكذا، وتقول بأن ماكو فرق بين الشيعي والسني والقبلي والحضري وكذا وكذا وكذا، وبالتربية الإسلامية تقول له هذا كافر، هذا خارج الملة، هذا كذا، ما سويت شيء أنت. رابعا حسم مسألة التمييز في الموافقة على تخصيص المساجد وقضية المماطلات اللي تحصل والملفات اللي تضيع وروح البلدية وارجع للأوقاف وكذا وكذا وكذا. هذه القضية يجب أن يعني واحدة من المشاكل، أقول مثلا في كل منطقة المفترض أن حسب اللي توصية اللي صارت كل منطقة جديدة فيها مسجد لأبناء الطائف الجعفري، وتروح يقول إيه نعم بس للأسف ما عندنا مواقع، روح شوف لك موقع وتعال. وهذا مسكين يدوخ، وكل ما يلقى موقع قالوا لا أكو إشكال، هني أكو بايب، هني أكو حديدة، هني أكو ماي، هني أكو كذا، ويظل يدوخ سنين وسنين إلى أن يلقى الموقع. أثناء الشغل كذا طلعوا له عراقيل، دزوا مجموعة ناس اشتكوا في المحكمة هذا الموقع ما يناسبنا، ما نقدر نسمع أذان الشيعة، وغير ذلك من الأشياء اللي تخلي تنفيذ المشروع. صحيح من حيث العنوان يقول أقبلها حيهلا، ولكن من حيث التطبيق عراقيل كثيرة. المفترض أن الموقع يخصص، خلاص أنت توزع أراضي، هذه أراضي للمساجد في المنطقة، هذا المكان يخصص لأبناء الطائف وتنتهي المسألة. هذه واحدة من قضايا مشكلة المساجد. وإذا كان كل ما سبق يمثل جانبا من مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسادة الأعضاء، مسؤوليتنا نحن أبناء المجتمع أن نراقب سلوك هؤلاء النواب في هذا الإطار، ماذا قدموا، نحاسبهم، لأن هذه القضايا تمسنا بالنتيجة وتعود علينا بالفائدة أو بالضرر. مسؤولية الرقابية من جهتنا إحنا هذه أيضا تدخل في عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن التقاعس عن النهوض بهذه المسؤوليات بأشكالها المختلفة يحملنا تبعات خطيرة تكون بمثابة النتائج الطبيعية
لتخلي الفرد والمجتمع عن تحمل مسؤولياته العامة على المستوى السياسي والإداري والاجتماعي والثقافي والتعليمي والإعلامي. وما أوضح كلمة أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال في الخطبة القاصعة: وإن عندكم الأمثال من بأس الله تعالى وقوارعه وأيامه ووقائعه فلا تستبطئوا وعيده جهلا بأخذه. إذا أخذ الله قوما أخذهم أخذا شديدا، انتبهوا، يقول لا تقولون نحن مرجعون إلى زمن بعيد، وتهاونا ببطشه ويأسا من بأسه، فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لم تسحب منهم الرحمة إلا لأنهم تقاعسوا عن هذه المسؤولية. فلعن السفهاء لركوب المعاصي والحلماء اللي ما يرتكبون هذه المعاصي والحلماء لترك التناهي. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين.